أتليتيك بيلباو غرناطة، وين شاهدنا الأهداف، يعني أهداف نقولوا باللي الجولة 15 دور الإسباني الدرجة الأولى، وين كانت مباراة تاع أهداف، مباراة تاع تضييع فرص كثيرة يعني من جانب غرناطة، وين كان عندها فرص في الشوط الأول يعني وين سجلوا منهم هدفين، وين شاهدنا كيفاش ماتيس الذي سجل الهدف، وموليان الذي سجل ماتيس الذي سجل الهدف الأول، هدف التعادل في الدقيقة 25، وين شاهدنا أتليتيك بيلباو وين سجل الهدف الأول في الدقيقة 10، وين غارسيا راؤول غارسيا اللي سجل الهدف، شاهدنا كيفاش تعدي النتيجة من ماتيس من جانب غرناطة، يعني شاهدنا كيفاش وين الهدف الثاني اللي جاء موليان الذي سجل في الدقيقة 34، لويس ماكسيمينو وين سجل الهدف ضد مرماه، يعني وين كانت مباراة كانت قوية جدا، 59% نسبة استحواذ الأتليتيك بيلباو، غرناطة 41%، شأن روبرتو مورينو من جانب غرناطة اللي دخل بخطة 4-4-2، شأن المدرب تاع أتليتيكو بيلباو اللي دخل بخطة 3-4-3، يعني كل مدرب وين كانت نقولوا باللي وين كان استحواذ الأتليتيكو أتليتيك بيلباو، يعني وين 402 تمريرة، 199 تمريرة الغرناطة خاصة الشوط الثاني، وين أتليتيكو أتليتيك بيلباو وين لعب دور كبير يعني من أجل الفوز بالمباراة، شأن كيفاش وين أوني سيمون في الحراسة تاع أتليتيك بيلباو، شأن ليكاوي شأن ياريز شأن كيفاش مارتينيز مايكل شأن راؤول غارسيا المسجل الهدف الأول في الدقيقة 10، أوني شأن كيفاش أوهين داني شأن نيكولا شأن إيكار، يعني وين شأن كيفاش نقولوا باللي التغييرات ما كانوش بزاف تغييرات، شأن كيفاش غرناطة لويس في الحراسة، سيرجيو شأن جيرمان شأن راؤول خوسي مارينا، يعني شأن ماكسيم روبن أنخيل شأن موليان مسجل الهدف، لويس سواريز يعني ونقولوا باللي لويس ابراهيم ابراما كارلوس يان يعني اللي دخلوا في الشوط الثاني من اجل اعطاء اضافه للنادي غرناطه، يعني وين كانت مباراه وين نقولوا باللي لويس ماكسيمينو اللي سجل هدف ضد مرماه، يعني وين يعني كانت المباراه مباراه كان ضغط فيها كبير، يعني وين نقولوا باللي من جانب الأتليتيك بيلباو اللي سجل نقولوا باللي سجل هدف، وين نقولوا باللي غرناطة وين سجل هدف نقولوا باللي هدف ضد مرماه، يعني في هذه المباراة اللي كانت شيقة، مباراة شاهدنا فيها أهداف، مباراة اللي تلعبت على جزيئات صغار، يعني في هذه الجولة 15 وين أتليتيك بيلباو غرناطة، وين نقولوا الجولة 15 أتليتيك بيلباو هدفين، غرناطة هدفين في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.